يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة ورفع الصوت بالتكبير؟ رفع اليدين عند الدعاء ما يشرع أنك ترفع يديك عند الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، تدعو بدون رفع يدين، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع اليدين مع التكبيرات فهذا سنة. نعم.